السلام عليكم. انا جيت فرحان انني متواجد هنا في المهرجان ديال ونانا اللي اول مره كنزورها. جمهور رائع، جمهور استقبلنا بحراره، جمهور كما شتي بقى سهران معنا حتى الليل متاخره من الليل. كنقول للناس اللجنه المنظمه والسهره على هذا المهرجان، شكرا لكم على الدعوه، شكرا انكم عطيتونا هذه الفرصه نكونوا متواجدين مع الجمهور الجبلي. كنقول لهم الله يخليكم لينا دائما تاج فوق راسنا. الجديد الفني ديالي هو عذريني امي لما جيت في هذا العيد. انا رجاوي اخويا، وتحياتي لكاع الودادين وكاع الفرق المغربيه فوق راسي من فوق. وكنبغي نشكر لهاد الجمهور هذا اللي حضر معنا، كنقول لهم شكرا لكم على الدعم، شكرا على المسانده، شكرا على الوليدات الزوينين هادو. الله يكمل عليكم خويا بالخير، شجعونا حتى لاخر السهره. كنقول لهم الله يحفظكم لينا، وديما جباله كيعشقوا الفن الشعبي. تحياتي. جربت واحد شويه ولكن ما لقيتش راسي فيها، فهمتيني كنلقى راسي في الاغنيه، داك الشيء علاش بقيت وظفت راسي في الاغنيه، لان داك الشيء اللي كنعرف ليه. تيجي ديما بالايجابيات. وشكرا الناس وننا كانوا رائعين. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.